السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. موضوع فيديو النهاردة معلومة كده على السريع، ما تعطيش فيتامينات، ممنوع لا تعطي فيتامينات في وجود إسهال. دي معلومة اللي حطها في دماغك دايما كده، ما تروحش من دماغك، ممنوع تعطي اي فيتامينات سواء بشرية او بيطرية في حالة وجود اي نوع من انواع الاسهال. حد هيقول لك ترفع مناعة، الفيتامينات كلها يا جماعة بتزود الاسهال، جميع الفيتامينات في حالة الاسهال بتزود الاسهال، والجرعة العالية من الفيتامينات برضو بتزود الاسهال او بتظهر الاسهال. لو ما كانش اظهار الاسهال موجود عند الحمام بيزيد وبيظهر عند الحمام. يعني انت اذا كنت بتاتي والحمام سليم وشفت ان الحمام كان سليم قبل ما تتاكد تماما ان الحمام عندك ما فيش عنده اسهالات ايا كان نوعها، تاكد تماما ان ما فيش اسهالات، واذا كنت بتاتي قدامنا الفيتامينات اللي قدامنا اي نوع من انواع الفيتامينات، مش اللي قدامنا بس واللي مش معانا كمان في التصوير، كنت هتاخد 2 سنتي ولقيت في اسهال ظهر، خفف الجرعه خليها 1 سنتي، ده سنتي على اللتر. يعني اذا كان بتاعت 2 سنتي على اللتر خفف الجرعه لواحد سنتي على اللتر اذا ظهر عند الحمام اسهال. هو انا معايا دلوقتي بيديكال اللي زيه، ديكال بي 12، وفي برضو بشري ايميولانت، وفي طبعا معانا بي بي فيت ده نقط للاطفال، وفي دروب. دي الحاجات من بعض الحاجات، وكنا استخدمنا قبل كده انواع بشري زيت كبد الحوت، وفي معانا الاهم نوع اللي هو جروفيت بلس اللي هو نوع البيطري، اللي ده الاساسي اللي انا بستخدمه، لان بقول دايما على الانواع اللي هي معظم الحاجات يعني البدائل، علشان ما تقوليش انا ما عنديش النوع ده، لكن هو الاساسي لو جبته ده اسمه جروفيت بلس، بتشتري كده بالسنتي، تشتري ب10 جنيه، تشتري ب20 جنيه، زي ما الكمية على حسب الكمية اللي عندك. يبقى لا تعطي المعلومة الأساسية، لا تعطي فيتامينات في وجود إسهال. معلومة كده على السريع، أرجو أن تكون استفدت من معلومة النهاردة. لو عجبك الفيديو أعمل لايك واشترك في القناة، لو لسه ما اشتركتش وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.